اوريدي خلاص هبطوا. تاني نادي الزمالك وائل الاباني بينية. وهوبا وجول 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 وجول. ادي عبد الحليم علي وائل الاباني. وائل الاباني اهو بيسلموا عليه. وائل الاباني هنشوف اللعبه مره ثانيه لان لعيبه الاتحاد كانوا واقفين. وائل اهو راجع نمره 15. وائل الاباني كان مستنيها وبنقول القديم من الخلف. وائل الاباني راجل بيلعب الليبرو او بيلعب في خط الظهر. ادي اللعبه اتلعبت كويس قوي الحقيقه. وادي عبد الحليم. عبد الحليم انا مرجعها كان جاي وائل من الخلف. والكوره جول والنتيجه تقدم نادي الزمالك. ادي كره عبد الحليم لكن طبعا هنا الهدف كان نفسي عبد الحليم يقيد ليه لكن الهدف النهارده لوائل الاباني. وائل الاباني عبد الواحد تامر احمد صالح ابو العيلة. وبينية وهوبا وجول وجول وجول. طارق السيد. طارق السيد برجله الشمال في زاوية قاتلة جدا. ابو العيلة عملها حلو قوي لطارق. والهدف الثاني لنادي الزمالك في الدقيقة 22 يبقى بعد 10 دقايق بالظبط. اتنين لا شيء وجانا ان الاسماعيلي بقى اتنين يعني القناه اتاخر خطوه. ما اوكي خلصان. الكره جميله اللي فاتت بس الكره هدف صحيح طبعا. ومفيش لعيب في موقف تسلل من المهاجمين. وائل الابان اهو بيستعد وريشه اداله الاشاره وبيشوط وائل. وجول 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 وجول. وائل الاباني. وائل الاباني الهدف الثالث لنادي الزمالك. وائل الاباني يبقى الجول الثاني لوائل الاباني والثالث لنادي الزمالك في الدقيقه 37. 37 بالشوط الثاني يعني الدقيقه 82 من المباراه. هو وائل واعاده تقدم في حته كويسه. وائل وهوبا وجول 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 وجول. وائل الاباني مش ممكن مش ممكن. جول 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 يعني حاجه تتدرس. مش ممكن وائل الاباني حاجه عظيمه جدا جدا. محمود يستاهل فعلا. هشام ومحمود الخواجه كله. الكوره من على بعد يمكن اقول لكم 35 يارده اهو بيحيي جمهور الزمالك. نشوف اللعبه مره ثانيه. هنشوفها مع الزميل الحسن يوسف. الحقيقه كوره مش متوقعه نادر اهو. شوف حضراتكم منين وحط وش رجله ساكنه في المقص البعيد. الجول الرابع لنادي الزمالك.